السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين وحياكم في قناتي مرة ثانية. أنا محمد. طبعاً فيديو اليوم بيكون مع سكر الجميل. بناخذ سكر بنطلعه برا. طبعاً سكر وتايجر صاروا كبار لدرجة خلاص مزعجين لدرجة خلاص إنه ما ينفع يجلسون في البيت، لأنهم على طول يعني يبغون يتزوجون يموون ويطلعون برا في إزعاج وجودهم في البيت. فيا سكر صرني أبغى أصور. يا سكر لو سمحت ممكن تجلس؟ تاهيني طيب، تاهيني تاسو حركتي متى شو بيحب يسلم عليه. زبدة فيديو اليوم بناخذ سكر بنطلع برا نعرفه على المكان هنا ويتعرف على المزرعة عشان يعرف. بناخذ سكر نعرفه على المكان هنا. ويا ليل سكر، اجلس يا سكر لو سمحت اجلس، مش كذا حبك يحبك مرة. فبناخذ سكر نطلع برا يتعرف على المكان حول البيت عشان يعرف البيت ويعرف الباب، يعني يصير يطلع ويدخل براحته، لأنه ما ينفع يجلس طول اليوم في البيت خصوصا إنه صار كبير ويبغى يتزوج. وهنا في المزرعة في بساس كثير بتشوفونها كلها. طبعا شوفوا شاش سكر كيف يطيح، وترى إلى الحين ما نسيت، باقي بأصوره ونجرب الشامبو معه، ولكن الى الحين يعني باقي وسخه بيطلع برا وبيرجع، فما ابغى اتعبه بالترويش والغسيل الكثير. الوقت مو مخلينا نصور، جالس كذا يجي قدامنا يا يروح يرجع. كويس خلاص راح. الزبده في فيديو اليوم ناخذ سكر بس لوحده، وبعد كذا بناخذ تايجر عشان اقدر اركز عليه، لاني ابغى اشوف رده فعله كيف بتكون. بيخاف من المكان، بيحب المكان، بيحاول يهرب، بيعرف يرجع، ابغى اعرف كل التفاصيل. فبعد ما اخلص من سكر واتاكد ان كل شيء تمام بطلع تايجر عشان اشوف رده فعله، وبيكون في فيديو الحاله. وبعد كذا بطلعهم الاثنين اللي هو الخروج النهائي من البيت، وبيجلسون برا بحيث اني اهتم فيهم بس ما يكونون داخل البيت، اهتم في اكلهم في شربهم في كل شيء، بس يكونون برا البيت. والمكان هنا جدا جدا مناسب للقطط، وفي بساس كثير في هذا المكان. طبعاً فيديو اليوم ممكن يكون طويل شوية، ولكن في كثير منكم يقولون نبغى فيديوهات طويلة، فهذا فيديو طويل. وثاني شيء اللي حاب إنه يتعلم كيف يعلم بس تعلم مكان وضعك زي وضعي، وعندكم مزرعة وحابين تطلعون البساس فيها، فممكن هذا الفيديو يفيدكم. بتشوفون في نهاية الفيديو ردة فعل سكر مع البساس، وكمان يوم جاء ولد خالي، أول ما جاء ولد خالي سكر تجنن. طبعاً شوفوا إلى الحين هذه كل الجروح منه، وهنا في يدي وفي هذا المكان كلها من سكر. كنت شايله جا ولد خالي سكر انجن. طبعا سكر مو متعود على الناس اللي ما يعرفهم ابدا، فبتشوفون كل هذه الاشياء في الفيديو. وطبعا شكرا عبد الرحمن اخوي لانه كان واقف جنبي طول اليوم وانا اصور واحاول الحق سكر وكل شيء، كان يساعدني في كل حاجه، فاكتبوا لي شكرا في التعليقات. وقبل ما نبدا تعال عشان اصور، تعال ما تجي الحين قلت لي بسوي الخاتمه تجي يا زين سكر، تعال اجلس يلا اجلس اجلس هنا اجلس اي واجلس اجلس شاطر شاطر سكر. قبل ما نبدا فيديو اليوم اتمنى من كل شخص يشوفني يضغط زر الاشتراك، فعل زر التنبيهات عشان يوصلكم مشاعر اول ما ينزل فيديو جديد. هذا انستغرامي واضح الشاشه الاسم والرابط تحت في صندوق الوصف. وخلونا نبدا الفيديو ونشوف ايش صار مع سكر اليوم. طبعا زي ما تشوفون فكيت سكر من هنا من داخل البيت عشان هو يطلع بنفسه ويعرف الطريق، اذا حب يرجع او حاجه يكون عارف المكان. فدحين بخليه يمشي براحته. يلا تعال سكر بس 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 بس. يلا بدا ينزل شويه شويه بس 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 بس. يلا تعال وهذا الباب اللي يوديه على برا.
طبعا زي ما تشوفون طلع برا مو هو متردد ابدا، بالعكس متحمس وبيستكشف المكان لانه خلاص صار كبير، يعني ما عاد يبغى يجلس في البيت، يبغى يطلع برا يتعرف على ابسات ثانيه. شو كده مو مثل الملكه يوم طلعناها خافت مره. طبعا اللي ما شاف فيديو الملكه يشوفه بيكون الرابط تحت في صندوق الوصف. فشوف سكر كيف متحمس يبغى يستكشف المكان، مو خايف ابدا. سكر فكيت الحبل خليته براحته ونشوف الجو. تعال طبعا بما ان الوضع تمام وسكر مو خايف انه برا مثل ما تشوفون كيف متحمس مره، فبخليه يقرب ويستكشف البساس اللي موجود هنا في المزرعه، لان في بساس كثير اليفه هنا فنبغاهم يستكشفون بعض. شوف شوف خاف على طول عشان بس هذه جايه. شوف كيف صار سكر. كيف خايفين؟ تعال 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 خايف يبغى يشرد، خايف من هذه. عشان كذا انا حاط الحبل عشان لو صار شيء او اختلع واخاف او اتضارب مع شيء وحاول يشرد اقدر اسيطر عليه، يعني ما يروح بعيد. تعال سكر تعال. خاف من هذه، هذه شكلها بتصير الرعب حقك. تعال سكر. بس 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 بس. ايش فيك؟ طبعا طلعته من عند الاشجار هناك وخليته يجي هنا في المكان الواسع. شوف كيف انبسط. انت من كثر ما مبسوط ما تركز معنا. سكر
طبعا زي ما تشوفون سكر جالس يستكشف المكان اللي هو حول البيت، وهذا افضل شيء عشان يصير يعرف ان هذا بيتنا ويعني يقدر يطلع ويرجع براحته. زي ما قلت لكم اول يوم هذا بيكون تدريب عشان نشوف ردة فعله وكمان عشان يعرف المكان. فزي ما تشوفون يشم كل حاجة، يحاول يشوف كل شيء، يقرب من كل شيء عشان يعرف المكان. تسوي سكر كارلا. شوفوا كيف فجأة بدأت المشاكل. طبعا هذا ذكر وهذه أنثى، وسكر يخاف من هذه أكثر شيء. أول ما قربت شوفوا كيف، مع أن هذا قريب منه وخايف منه وكل شيء، بس سكر مو مركز معه قد مو مركز مع هذه. بس 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 بس. تالي تالي. طبعا هذه البساس كلها يعني في المزرعة، يعني زي كذا تولد وتجلس هنا وأليفة، يعني ما حد جابها واحد اشتراها، فهمتوا كيف؟ فعلى طول موجودة، مو زي سكر يعني في البيت وزي كذا. شوفوا كيف سكر. شوفوا كيف موترته، يعني شوفوا فين هي وفين هو، عينه عليها. مع ان هذا القريب منه بس مو خايف منه كثر مو خايف من هذه. عاد راحت، مدري وين راحت. تعال سكر. طبعا شوفوا سكر بدا يستكن وينبسط ويتعود على المكان، فعشان كذا بفك الطوق خلاص، لان يعني احسها مضايقه، فبيكون احسن لو افكه وان شاء الله ما يهرب ولا يصير شيء. تعال سكر، شوفوا تعال 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 فك الطوق. ولهذا السبب انا ما روشت سكر قبل. شوفوا كيف وصاخة على سكر. بس اهم شيء ينبسط. شوفوا كيف مبسوط، وهذا حاط راسه من راس سكر. شوفوا كيف بس جالس يراقبه. سكر متحمس بس ما يمديه يلمسه كذا اللي يوقف. خله 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 خله. شرد خلاص. اهدى اهدى اهدى، ما في احد هنا اقوى منك، ما شاء الله اجلس خلاص. بس 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 بس.
وهذا سكر خلاص زي ما تشوفون الحبل فكيته وخليته هناك، وهذا سكر صار براحته. طبعا اهم شيء انه يعرف المكان ويعرف ان هناك الباب ويعرف ان هذا البيت عشان ما يهرب مكان بعيد، عرفتوا كيف؟ نخليه قريب مننا. وبعدين ان شاء الله اذا طلعته هو وتايجر في نفس الوقت بحط لهم هنا بيت عشان ينامون فيه، وبحط لهم مكان الاكل والمويه عشان يصير هذا مكانهم على طول، لانهم خلاص ما شاء الله صاروا كبار لازم يطلعوا من برا، ما عاد ينفع يجلسون في البيت. وخصوصا اذا بخليهم في البيت لازم اسوي لهم عمليه تعقيم، وانا مستحيل اسوي لهم عمليه صراحه، يعني ما اقدر، فبخليهم برا احسن. وخصوصا المزرعه هنا في بساس كثير، في ناس يهتمون في البساس، فالوضع هنا جدا امان وتمام ومناسب للقطط. شوفوا ولد خالي جاء هنا وخرب كل شيء، سكر خايف مره مره مو قادر يقرب منه. شوفوا كيف تعال سكر اختم ولد خالي. شوفوا كيف، شوفوا هنا ولد خالي، شوفوا كيف انجل سكر، شوفوا انشرد. بس كويس اهم شيء نقدر يعرف البيت، يعني ما راح مكان بعيد. شوفوا الحين سكر فين هرب، لاني معودهم في البيت انهم يطلعون في الطاقه على طول. شوفوا فين هرب، اول ما جاء ولد خالي اختلع مره مره مره. وشوفوا هرب هنا، شوفوا كيف خايف متوتر مسكين. هي تعال 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 يلا تعال تعال، خلاص راح راح ما عاد موجود. تعال شوفوا خايف مسكين، يلا تعال بالله. شوفوا ولد خالي الحين ترى واقف هناك خلاص، وسكر كيف خايف. تعال ترى ما قد شافها في حياته واول مره يتقابلوا. شوفوا كيف سكر، هذاك ولد خالي سكر كيف يراقبه. تعال 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 شوفوا كيف تعال. شوفوا بحاول اشيله، شوفوا حتى طلع الطوق منه، بحاول اشيله واشوف. تعال شوفوا كيف يا سكر، شوفوا كيف خايف. حاول تمسك كذا، حط يدك بس. اوف اوف خلاص خلاص بدخلك البيت. تعال شوفوا بعد الخوف اللي صار صراحة سكر ما توقع انه بينبسط يجلس برا. شو قاعد يراقب بس عشان ولد خالي ما يجي. شوفوا هناك شايف، تشوفون تعال يا عبد الرحمن قرب اشوف. شوفوا يلهث من الخوف. تعال يلا خلاص ادخل دقيقة افتح الباب وجيك. طبعا سكر هرب واندس قاعد ادور طول الوقت من يوم دخل. شوف اسمع صوت لقيته تحت، طلعت فوق ودورت الغرف في كل مكان ما له اثر. تعال تعال سكر بس بس بس. تعال 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 شوف بك. شوفوا اخيرا بدا يرتاح. طبعا شوفوا كيف مو زعلان مني ولا شيء، يعني انا ما يدخل، واهم شيء انه يعني ما اخذ موقف مني ولا حاجه، بالعكس جالس يحاول يقرب مني ومبسوط انه دخل البيت. وكويس ان ولد خالي راح لانه انجن صراحه يوم شافه. ايش فيك خفت كذا يا سكره؟ ايش فيك؟ وترى ما ركض كثير، يعني ركض شويه بس وتعب، بس لانه مو متعود يطلع برا البيت وعلى طول في البيت في كسول ودب وحالته حاله، يبغى تدريب. صحيح سكر باك تدريب، صحتك كيكك عجوز، كأنك عجوز وانت باقي ما قد كملت سنتين. كم عمرك الحين؟ سنة وشي، والله ما ادري كم عمرك. تعال اشرب اشرب هنا، اشرب ابغاك تشرب عشان انا ارتاح. اشرب هنا اشرب. ها شوف كيف، ها ايوه ها ها كويس، اهم شيء مو عطشان ولا شيء ويحبني وكل شيء تمام. فزي ما شفتوا هذا هو كان الفيديو صراحة، كان ردة فعله في النهاية لو جاء. فزي ما شفتوا هذا كان هو الفيديو، لو ما جاء ولد خالي كان كملنا وصورنا ردة فعل مع الإبساس الباقي وأشياء كذا، لكن جاء ولد خالي وخرب كل شيء. شو ذي هنا كيف؟ هي تعال تعال نطلعك فوق، يلا تعال تعال سكر بس بس بس. تعال هيا تبغى تجلس هنا؟ خلاص اجلس هنا اجلس. وزي ما شفتوا هذا هو كان فيديو اليوم، اتمنى تكونوا استمتعتوا معي في هذا الفيديو. في نهاية فيديو اليوم حاب اقول لكم لا تنسون ضغط زر الاشتراك، فعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم اشعار اول ما انزل فيديو جديد، اضغطوا زر اللايك، وهذا انستغرامي واضح على الشاشة الاسم والرابط تحت في صندوق الوصف، واهم شيء لا تنسون تفعلون زر التنبيهات عشان يوصلكم اشعار اول ما انزل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، قولوا مع السلامة. شكرا، مع السلامة.